اللي في الصورة ده اسمه قذافي فراج عبد العاطي، اطلق عليه سفاح الجيزة، واللي اتعمل مسلسل كامل باسمه طلع ترند اليومين دول. والحقيقة نقدر نقول ان قذافي من اذكى المجرمين في مصر، وليه سلسلة طويلة من جرائم القتل نتعرف عليها تفصيلا في الحلقة دي. قذافي من مواليد سنة 1971 لأسرة بسيطة على قد حالها، كان بيشتغل موظف وعايش مع أسرته، وعشان ظروفه المادية مكانتش مساعداه في تحقيق أحلامه، وفي 2014 ساب شغله واشتغل في مجال بيع العقارات والأراضي وبدأت ظروفه المادية تتحسن. وفي 2015 اتعرف على سيدة اسمها فاطمة الزهراء، وفي وصفها القذافي إن هو شخص خجول ومتدين ومحترم جدا في التعامل مع الناس. وبعدين كان بيوسط ناس اقارب وجيران ومعارف، في منهم من توفى الله، في منهم بقى زي الان ربنا يمده بالصحه والعافيه على قدر حاله. مفيش حد ما كانش بيقول في قذافي ده كلمه كويسه، مفيش حد كان بيذكر في قذافي ده حاجه وحشه، وكان بيقولوا عليه الشيخ. واتجوزها بنفس اسمه الحقيقي وشخصيته الحقيقيه. فاطمه الزهراء ما كانتش تعرف انها الزوجه الثانيه. وفعلا كان معاه بطاقه ان هو اعزب، وكنت متزوجه على ان انا زوجه وحيده، مفيش عزيمات وزوجات اخرى، ومعايا الأسماء بتاعتي مكاسب زاد، وأخرجت منها ست نسخة منها في مباحث انهارت. وفي سنة 2015 بدأ القذافي في تنفيذ أول جريمة ليه، وهي كانت تخص بنت اسمها نادين، وهي أخت فاطمة الزهراء الزوجة التانية. وكان قذافي على علاقة غير مشروعة مع نادين قبل ما يتجوز أختها، ولما نادين عرفت إن قذافي عاوز يتجوز أختها فابتدت تهدده إنها تفضحه وتقول لأختها وأهلها وتوضح لهم حقيقته. فوقتها قذافي بدأ يفكر إنه إزاي يخلص من نادين. قذافي كان عارف إن نادين بتحلم بالتمثيل والشهرة، فقال لها إن في منتج مش مصري بيدور على وجوه جديدة وإن ممكن يساعدها في تحقيق حلمها. فطبعا نادين وافقت، إنما أهلها رفضوا، فعرض عليهم يقابلوا المنتج بنفسهم، وفعلا قابلوه وقدر المنتج المزيف إن يقنعهم إن بنتهم هتكون في أمان، وسافرت معاه على أمل تحقيق حلمها. وبعد سفرها بقت وسيلة التواصل بينهم هي رسائل اللي بتتحجج فيها بانشغالها وإنها تعبانة ومش قادرة تتكلم، وفضلت تخلق الحجج والأعذار، وبعدها اتقطعت أخبارها نهائي ومحدش بقى عارف يوصلها، وده لأن قذافي قتلها خلاص. وبعدها القتل بقى حاجة عادية في حياة قذافي. والجريمة التانية لقذافي كانت المهندس رضا صاحب عمره. المهندس رضا كان صديق قديم لقذافي وقضى أغلب عمره مقيم في السعودية، وفي يوم القذافي عرض عليه إن يستثمر له فلوسه في العقارات وحكى له إنه مجال مربح جدا، والمهندس رضا اقتنع بكلامه وبدأ يبعت له مبالغ كبيرة عشان يستثمرها له، لحد ما وصلت قيمة التحويلات ل 3 مليون جنيه. وبعد فترة بدأ يشك فيه من تصرفاته لأن كلامه ما كانش صح، ما بعتلوش أي مكسب من الفلوس اللي دفعها، واتفق معاه إن هينزل مصر عشان يشوف العقارات اللي باسمه ويطمن على أملاكه. وفعلا اتقابلوا في شقة بمنطقة بولاق باسم المهندس رضا، وفيها قذافي ضيفه وعزمه على العشاء. وبعدها حس المهندس رضا بألم شديد في بطنه، وده لأن قذافي كان حاطط له سم في الأكل، وعشان يتأكد إنه مات ضربه بحديدة على رأسه ودفنه في الشقة واختفى أثره تماما. وبعدها أهل المهندس رضا حاولوا يوصلوا لمكانه أو يعرفوا واختفى فين، فجت لهم رسالة انه اتقبض عليه وهو ماشي جنب مظهر، ومش عارف اللي قبضوا عليه هيودوه فين، ولما يقدر يتواصل معاهم هيكلمهم بنفسه ويطمنهم عليه. وبعد قتل المهندس رضا حصلت خناقه بين قذافي وبين زوجته الاولى اللي هي اسمها فاطمه زكريا، لانها اكتشفت ان عنده بطايق واوراق مزوره باسماء وشخصيات كتير، فهددته وطلبت منه الطلاق. فحس قذافي بالخطر فخطط للتخلص منها بس بطريقه بشعه، حط لها سم في الاكل وبعدها قطعها وحطها تتجمد في الفريزر، وبعدها نقلها لنفس الشقه اللي مدفون فيها صاحبه المهندس رضا، وجدد الشقه واجرها لمده 4 سنين بجثث المدفونه فيها. وبعد اختفائها اهلها شكوا فيه وقدموا ضده بلاغ انه سبب في اختفاء بنتهم، بس ما كانش فيه اي ادله لاثبات التهم عليه، وخرج من القضيه بكل سهوله وعمل بلاغ ضدها بانها سرقت فلوسه واختفت. وفي سنة 2017 قذافي باع كل ممتلكات المهندس رضا بالتوكيل اللي كان عامله له قبل ما يختفي. فوقتها المحامي بتاعه قدم بلاغ لاسم شرطة الجيزة بيتهم فيه قذافي انه بسبب اختفائه، وقدم الرسائل اللي بتوصل لهم من ارقام مختلفة من شخص بيدعي انه المهندس رضا، وده ما كانش اول بلاغ يتوجه له سواء كانت عمليات نصب او اختفاء. فبدأ قذافي يقلق وساب الجيزة وعاش في اسكندرية بشخصية المهندس رضا.
وهناك اتعرف على بنت اسمها ياسمين اللي اوهمها بالحب واقنعها بالجواز، واقترح عليها ان تستثمر لها فلوسها في مجال الاجهزه الكهربائيه وانه مجال مربح جدا. وبعد فتره لاحظت ان هو بينصب عليها فطلبت منه فلوسها، فقال لها انه مش معايا المبلغ دلوقتي وان ممكن تاخد بيه اجهزه كهربائيه بقيمه فلوسها، واتفق معاه يتقابلوا في المخزن اللي فيه الاجهزه الكهربائيه. فاول ما وصلت المخزن قتلها ودفنها بنفس الطريقه اللي عملها مع الضحيه اللي قبل كده. وبعدها كمل قذافي حياته باسم المهندس رضا، واتجوز واحده اسمها نهى من عيله غنيه جدا. وبعد كام شهر طلبت منه الطلاق ورجعت بيت اهلها تاني. قذافي طبعا كان عنده دافع الانتقام وبدا يراقب بيتها عشان ينتقم منها لحد ما اتاكد ان مفيش اي حد في البيت، وطلع وهو لابس نقاب وسرق كل الفلوس والذهب اللي كانوا موجودين. عيله نهى قدموا بلاغ واتهموه فيه بسرقه البيت، والبلاغ طبعا اتقدم باسم المهندس رضا، وتكون دي اخر جريمه ارتكبها القذافي، لان في سنه 2020 قذافي اخذ الذهب اللي كان سرقه من عيله نهى عشان يبيعه، وما كانش يعرف ان مواصفات الذهب المسروق وزعتها الشرطه على كل محلات الذهب. فصاحب المحل اول ما شاف الذهب بلغهم على طول، طلبوا منه انه يعطلوه لحد ما يوصلوا، واتقبض عليه وهو منتحل شخصيه وهميه لواحد اسمه محمد مصطفى، والبلاغ المتقدم ضده باسم المهندس رضا. وبعد الضغط عليه اعترف بكل حاجه وحكى كل جرائمه بالتفصيل، واتعرض على لجنه طبيه وطلع ما عندوش اي مشاكل نفسيه. وسنه 2021 اتحكم عليه بالاعدام شنقا بعد ما دل على كل مكان الجثث واللي تم استخراجها وتشريحها والتاكد من تطابق البصمات. وفكره ان انت تظن ان هتعيش تصفق الدماء وتاكل اموال الناس بالباطل وهتفلت من العقاب فده وهم، ومهما كنت ذكي فأتفه الأسباب هي لا توقعك، لأن مفيش حد ذكي في الغلط.